يدخل الوداد في مرحلة شك، رغم الأمور ما زالت مفتوحة لكل طرف، لكن مع أفضلية ودادية ولاد المدرب وليد. وليد يا وليد ينتظر تنفيذ الكرة، مارشال توز سد، لا 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 باريكا 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 على طريقة الكبار وبلمسة الكبار من فريق الكبار، يسجل هدف ولا أروع لفريق الوداد الرياضي بلمسة جلال الداودي، جلال يردم طريقة الخسران.